معقد، هناك اختبار يساعدك حتى تعرف هل أنت معقد أم ميسر. ستعرف سمات المعقدين ومستويات اليسر، وكيف نشأ التعقيد أصلا بداخلك، ولماذا اليسر صعب، والسؤال الأهم، هل الروح ترغب باليسر؟ هل الناس يرغبون باليسر أم يختارون التعقيد؟ ستعرف دورات العسر واليسر، وستعرف سمات الأرواح المعقدة والميسرة، وستناقش لماذا الوعي معقد، وسوف نعرف خلطة لتبسيط حل مشكلاتك. هل أنت معقد؟ هناك اختبار يساعدك حتى تعرف هل أنت معقد أم ميسر. ستعرف سمات المعقدين ومستويات اليسر، وكيف نشأ التعقيد أصلا بداخلك، ولماذا اليسر صعب، والسؤال الأهم، هل الروح ترغب باليسر؟ هل الناس يرغبون باليسر أم يختارون التعقيد؟ ستعرف دورات العسر واليسر، وستعرف سمات الأرواح المعقدة والميسرة، وستناقش لماذا الوعي معقد، وسوف نعرف خلطة لتبسيط حل مشكلاتك. هل تعرف بأن المحظوظين جميلين أو يتجملون ويهتمون بالجمال أو يعيشون ضمن قيمة الجمال؟ وهل تعرف أن المحظوظين يحايدون في الخلافات؟ تعال معي لأخبرك المزيد عن أسرار المحظوظين لتكون منهم. المحظوظين يحايدون في الخلافات؟ تعال معي لأخبرك المزيد عن أسرار المحظوظين لتكون منهم. لو أعطيتك $1,000,000، هل ستحل مشكلتك الآن وفوراً؟ ماذا لو أعطيتك 10 ملايين، 100 مليون، 1,000,000,000؟ تأكد بأن هناك رقم أو موقف ستكون لحظتها متنازل ومستعد بأن تحل مشكلتك. إن تشبثنا بمشكلاتنا عقدة بداخل أجسادنا لا ندركها حتى نسأل الأسئلة الصعبة. تعال لأسألك 133 سؤال سيحررك من مشكلتك. لو أعطيتك $1,000,000، هل ستحل مشكلتك الآن وفوراً؟ ماذا لو أعطيتك 10 ملايين، 100 مليون، 1,000,000,000؟ تأكد بأن هناك رقم أو موقف ستكون لحظتها متنازل ومستعد بأن تحل مشكلتك. إن تشبثنا بمشكلاتنا عقدة بداخل أجسادنا لا ندركها حتى نسأل الأسئلة الصعبة. تعال لأسألك 133 سؤال سيحررك من مشكلتك. الحياة معقدة وصعبة وذات طرق طويلة وملتفة، لكن هناك فصول دراسية تعلمك وتكشف لك الطرق المختصرة واليسيرة والمباشرة. عليك أن تختار دائماً أن تجد المختصر الحقيقي، لأنه هناك الكثير من المختصرات المضللة. مرحباً بك في مختصرات الحياة. جمال، مساء الحظ، شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن الحظ، نيتنا لهذا الشهر. اللي ما حط النية يحط النية، واللي ما حط خلفية الجوال الجميلة يحط خلفية الجوال، واللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم لأنها قربت مناقشتنا للفيلم. طيب،
وعندنا 9 مواد موجودة على الموقع سوية 369.net. عندنا رسائل الحظ، أسرار المحظوظين، البومة الزرقاء، عندنا مختصرات الحياة ومختصر المشكلة اللي راح نتكلم عنه أكثر اليوم جايتكم وعندنا خطوط اليسر، وعندنا الرسائل الكونية، وعندنا شفرة الاختيار، وعندنا الخط الزمني. طيب تو حطيت الخلفية وجتني نصبة قوية، أهم شيء إنك كشفتيها. طيب اليوم نبغى نتكلم أكثر عن مختصر المشكلة، نبغى نناقش موضوع لماذا لا تحل مشكلتك. وأبغى أرحب بأصدقائي على تيك توك، أهلا وسهلا، شرفتوني، thank you، شكرا على الكلام الجميل. عندنا already 9000 لايك، شكرا جزيلا. الأخضر هذا لوني المفضل أصلا، أنا لو كذا يعني بترك نفسي كذا مرة كان كل يوم أطلع لكم بالأخضر. أخضر 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 أخضر، oh my god، بس أنتبه عشان ما أعلق، أحب الأخضر. طيب الخلفية موجودة في حسابي على تويتر، والفيلم برضو موجود في حسابي على تويتر، بس اكتب على جوجل سوية الناصر تويتر تطلع لك أول واحدة. طيب لماذا لا تحل مشكلتك؟ أوكي، موضوعنا اليوم ترى مرة مهم. لماذا لا تحل مشكلتك؟ شوف، تعرف القصة المشهورة اللي يقولون لك هذا رجل كبير في السن ويعني عياله مو يمه وكذا، وفجأة صار يمرض، وفجأة ودوه المستشفى وصاروا عياله يجون عنده ويتجمعون عنده، وصار مستمر في أنه يتمارض فيمرض فيروح المستشفى فيهتمون فيه، صح ولا لا؟ هي زي العجلة يعني، خلاص يعلق فيها. ليه؟ لأنه حصل اهتمام من أولاده من خلال المرض. تخيل أن احنا كلنا نفس الشيء في كل مشكلاتنا أو غالبية مشكلاتنا، أن احنا ما نحل المشكلة لأنه المشكلة تحقق لنا شيء. تخيل قديش احنا عالقين أنه المشكلة تحقق لنا شيء، تالي احنا مستمرين. فلما أقول لك أعطيك مليون دولار، تبدأ أنت بشكل لاواعي ترى تبدأ تقارن ما بين الشيء اللي أنت مخبيه اللي أنت مثبت المشكلة عشانه وبين المليون، تقول ما أدري، لا مي مقنعة. أقول لك 10 مليون، ها لا والله 10 مليون أهم من الموضوع اللي أنا متعلق فيه ومتمسك فيه، وترمي الاحتياج للمشكلة، ترمي الرغبة في استمرار المشكلة، ترمي المكاسب الثانوية من حصول المشكلة. مثل هذا الشايب اللي جمع عياله عشان هو مريض، هو مستفيد من المشكلة، مستفيد من قصة الاهتمام، لأنه يبغى خزان اهتمام، يبغى اهتمام. فإحنا نقدر نرمي هذا الشيء الثانوي، خلنا نقول مثلا نجي للشايب ونقول أنا أعطيك 10 مليون وبلاش، يعني ما يحتاج يهتمون فيك، يمكن يقول إيه طب ها لا ارفعوها، لا نزلوا، لا كذا. فنبدأ نسوي هالمقارنات. ذلك هو أنت ليش ما تحل مشكلتك؟ هو أنت وش الشيء اللي مستفيد منه من ناحية محافظتك على هذه المشكلة؟ ليش أنت كذا يعني متشبت فيها وكذا متمسك فيها يعني، وحاس أنها مهمة وقيمة وأنها تشكل هويتك وتشكل يعني واقعك؟ ليش أنت كذا ماسكها؟ إيش الـ الفوائد اللي أنت مستفيدها من هذه المشكلة؟ إيش الفوائد الثانوية اللي أنت تعيلها أو ما تعيلها؟ تحتاج أني أنا أستفزك في السؤال وأسألك، عشان كذا حطيت لك 133 سؤال جزء كبير منها مستفز عشان تسأل نفسك تقول طب ليه أنا قاعدة أحافظ على هذه المشكلة؟
مرات تكون المشكلة قادمة من الروح، أوكي، والهدف من قصتها مش الحل، الهدف من قصتها هو القبول. مرات في مشكلة يعني أنا تشبثت فيها في بعد آخر، ما هو هنا، ما هو في القصة اللي احنا نعيش، في مكان آخر أنا متشبث فيها، من جايبها من مكان آخر معي، أوكي، فأنا متشبث فيها من مكان آخر. اللي يولدون بلا أب ولا أم، اللي يولدون مرضى، هذول بدون أدنى شك قصة جاية مع الروح، جايين ومعهم محضرين ومعهم مشكلتهم، فهم ماسكين فيها من مكان آخر، من بعد آخر. هنا القصة قد تكون مرات مرتبطة بالقبول، مو مرتبطة بالحل، والقصة مرتبطة بالطريق مو بالنهاية مو بالنتيجة. يعني يكون الاختيار قبول المشكلة والعيش معها والتعايش مع الطريق هو المقصود، ما هو الحل هو المقصود. لكن هناك مشكلات نشأت من الجسد الطاقي أو المشاعري أو الفكري أو المادي، هذا كلهم إحنا أنشأناهم من هذا البعد ومن هذا المكان. طيب لو نعرف إحنا ليش جبناهم كان حليناهم. ذلك سؤال ليش مهم، مهم جدا، ليش أنا أحافظ على هذه المشكلة؟ على فكرة تقدر الآن وانت بهذا الوعي تشوف الأشخاص اللي أقل منك وعي واللي مسوين مشاكل، أوكي؟ مسوين مشاكل. يعني مثلا مرات سيدة تقول يغارون مني ما أعرف إيش، وعايشة في قصة ومشكلة الغيرة، ويغارون مني ويحاربوني عشان هم غيرانين مني وما أعرف إيه، تفكر تقول يا ربي يعني هذه صنعت المشكلة ليش؟ ليش؟ عشان تثبت لنفسها أنها خمس نجوم، تثبت لنفسها أنها جميلة، جميلة. شوف فرق ما بين جميلة متزنة تقول لك والله الكل معجب فيني، وجميلة تعبانة تقول لك غيرانين مني، كلهم غيرانين، وعندها عداوات وقصص، تقول يا ربي من وين جابت كل هالقصص هذه؟ يعني جابتها من انها هي تريد ان تتأكد بانها جميلة من خلال هذا الشعور، تبغى تحافظ على شعور الغيرة. بالنسبة لها مهم جدا انه في ناس يغارون منها، بالنسبة لها مهم جدا انه في سيدات يغارون منها، مهم. هي لا تستطيع ان تثبت لنفسها انها جميلة الا من خلال غيرة السيدات الاخريات. Oh my God. فتحافظ على هذه المشكلة قدر ما تستطيع. شو المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ تقول المشكلة انهم يغارون مني. طب ليش يغارون منك؟ لاني جميلة. طب شو السبب؟ شنو؟ وحاطة اللوم على برا. طيب ليش انت تبغين هذه المشكلة؟ ليش انا اريد هذه المشكلة؟ ليش؟ مرات انا اريد هذه المشكلة لانها تحقق لي اهداف صعب تتحقق من طريق اخر. يصير انه انت مرات تسوي شورت كات من خلال المشاكل، اوكي، خصوصا اذا كنت تفهم كثير من الاشخاص اللي حولك كيف راح يتصرفون وقت المشكلة ووقت الازمة. بعض الاشخاص تقول له انت ليش مستمر تحافظ على مشكلتك؟ ليش انت مستمر تبغى هذه المشكلة قائمة؟ والله حاولت. طب كيف حاولت؟ يقول لكم يعني كم مرة حاول؟ أوكي، تلقى اللي كم مرة هذه عبارة عن تكرار، يضرب نفس الباب. تالي هو يحافظ على المشكلة لأنه كسول، لأنه ما بحث،
لأن ما طرق أبواب أخرى ومختلفة. قانون السعي، قانون السعي. على فكرة قد تكتشف أنه كثير من المشكلات عبارة عن بحث عن اهتمام. خذ لك طلع على مشاكل المتزوجين. مرات أشياء تفشل، يعني أشياء خرابيط، سوى ما سوى، فعلت ما قال ما قالت ما فعلت، ما يوم دخلت ما كانت مسوية وما كانت حاطة وما أدري. كله بحث عن اهتمام، كله خزانات فاضية، جفاف ومشاكل، يعني تلقاهم يعني وصلوا المحاكم والموضوع كله عبارة عن يعني واحد يشحت اهتمام بطريقة مشكلة. تخيل يشحت اهتمام بطريقة مشكلة، مثلهم مثل الشايب اللي رايح للمستشفى. أغلب المتزوجين ومشاكلهم التافهة مثلهم مثل الشايب اللي رايح للمستشفى، كل واحد يبغى اهتمام. ما جاب لي هدية، ما سوى، ما فعل، ما كلم، ما اتصل، ما رد، ما قام. هو نفس الشيء، ما طبخت، ما لفت ورق العنب. يا عمي ما كثر الله إلا محلات ورق العنب، عب خزانك، روح اشتري لك ورق عنب. ما تسوى على ضعيفة تقوم من الصباح تقعد تلف. أو معقول، معقولة يعني لن تشعر بالاهتمام إلا إذا يعني هي انكسر ظهرها وهي قاعدة تلف لك؟ مو معقول. انضج يا أخي، انضج يا أخي، يا أخي، يا أخي. يكفي يكفي إن إحنا متورطين في إننا نصنع مشكلات ونتمسك بمشكلاتنا عشان حنا من جوا يعني قاعدين نشحت، نشحت اهتمام، نشحت اهتمام. لو اكتشفت، لو سألت نفسك ليش أنا أحافظ على مشكلتي واكتشفت السبب، كثير من الناس سيتحررون من مشكلتهم. بس بعض الناس قد يستمرون يحافظون على المشكلة مع أنهم عرفوا السبب، مع أنهم عرفوا أنه أوه واو أنا حافظت على هالمشكلة. مثلا خلنا أعطيك نموذج بعد غير نموذج الاهتمام. أحافظ على المشكلة عشان أوجعهم. Oh my god. الأطفال والعيال كيف يسوون بحلهم؟ أحافظ على المشكلة، أدمر نفسي وأجيب لنفسي المشاكل وأتمنى لنفسي النحس، أدمر كل حياتي عشان أمي أو أبوي يشوفوني ويتألمون، خلهم يتأنبون، عاقبهم بطريقة ما. تأنيب، عايش قصة تأنيب. يبغى يقوم شفتوا؟ 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 يبغاهم يتأنب، يبغى يأنبهم، بس ما يقدر يقعد ويأنبهم ويخلص الموضوع. لا، يعني يقعد يدمر نفسه ويخرب حياته ويخرب مستقبله عشان يقول شفتوا؟ أنتم. يبغى يأنبهم. أو مرات بين الأزواج تصير هذه، أو مرات في الدوام دمر نفسك صحيا عشان تقول مديرك شفت؟ أنت ضاغطنا، أنت ضاغطنا، حتى كنت أمس في الطوارئ بسبب ضغط العمل. بس ما تقدر تقول للمدير والله ترى الشغل كثير، يعني يا ليت نقسم الشغل. ما تقدر تتكلم بطريقة شجاعة ومرتبة ومنظمة ومحترمة. سوي مشكلة وتمسك بالمشكلة. ليش المشكلة؟ عشان نبغى نأنب الناس، من خلال إحنا نكون ضحية، إحنا نتدمر عشان نوري أحد، نقول شفت، نأنب أحد. فلو أجبت على سؤال ليش ما تحل مشكلتك، لو أجبت على سؤال ما هي الفائدة من مشكلتك، الفائدة الحالية من مشكلتك، ماذا تستفيد من مشكلتك، سواء فائدة فكرية أو فائدة شعورية أو فائدة مادية أو فائدة طاقة، أي كانت. يعني مثلا سيدة، مثلا بنت أو ولد يقول لأبوه يلا قم اشتغل، بعدين يدعي انه مريض او يدعي انه في عين. هذه اقوى صح؟ كذا عشان يحوسون اكثر، حتى المستشفى ما يكتشف الموضوع انه هو في عين مسحور. اوه واو، في عين، في حسد، محسود، محسود ولدهم. عمره ما اشتغل لانه محسود، عمره ما سعى لانه محسود.
طب انت ليش محسود يا عمي؟ ليش محافظ على هالموضوع هذا؟ طب ما يلقون احد يعني يحل الموضوع، ما في حد يحل القصة هذه. ويجي حد مثلا يشوف يقول اي والله تحس طاقته فيها حسد، يجي واحد يتفل عليه، ويجي واحد يقرا عليه، ويجي واحد قاعد يقول اي والله فيه تحس فيه حسد من الطاقة السلبية اللي فيه، تحسه محسودي كأنه. ويروحون ساحر يقول ايه في واحد رابط لكم عقدة في البيت كذا محفورة وكل واحد يألف لهم، هو يعني مستمتع بالقصة، عايش القصة ألف، عايش الجو، لا يشتغل ولا يقال رح وجب العشاء، جب الخبز، ود خواتك، ود أخوك الصغير، رح ساعد، رح سو، ولا شيء، ولا تخلى عن كل المسؤوليات، لأن هو في عين وفي سحر. واتحداكم تحلون الموضوع. لماذا تحافظ على مشكلتك؟ لأنها صراحة تعفيني عن المسؤوليات، صح؟ مرات أنت تتمسك في المشكلة لأنك ما تشتغل، ما تسوي شيء، تمدد على السرير والكل يعني يعطيك عذر، الكل يعذرك. بس ترى الموضوع يشتغل بين البزران اللي ما يفهمونك. إذا في أحد يفهمك يقولك يلا يا عمي خلاص يعني خلص الموضوع. وفي القصة الكبيرة الكل فهمك الكل فهمك، أنت تلعب على نفسك. ترى في القصة الكبيرة الكل فهمك، وتمسكك بمشكلتك هي كارما أنت بتتحملها، لا هم ولا الجيران، ولا أنت تستطيع أن 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 تزيل عن نفسك قانون السعي ولا قانون المسؤولية. ما تستطيع تعفي نفسك، ما تستطيع تتبنى مشكلة لتعفي نفسك من أحد القوانين، ما تستطيع. تضحك على نفسك، تضحك على المغفلين اللي حولك، بس ما تضحك على القصة الكبيرة، ما تستطيع. طيب، وإذا ثبت وجود السحر، الله أكبر الله أكبر، إذا ثبت وجود السحر يكون ثبت، بس كيف يثبت؟ كيف يثبت؟ اثبتي الموضوع، ورينا القصة. طيب خلونا ناخذ أسئلة. يستغفر الناس عشان يستغلهم ويعفي نفسه الوسوء. ترى على فكرة، ترى اللي أقول لكم أنا، ترى مو بالضرورة يكونون هم واعين، هذا مستوى أعلى من الوعي، الذي يعرف يسوي مشكلة ويتلاعب. لا، هذولا يسوونها على مستوى اللاوعي، زي الشايب اللي يروح المستشفى على مستوى اللاوعي في الغالب، أغلب هذولا على مستوى اللاوعي. طيب، ريدر حبيبتي تقول اشتغلت على مشكلة الخوف والرهاب بالتنظيف، لكن القلق والرهاب ما زال يتكرر معي جسديا رغم أن مشاعري نظيفة. أنا سبق أني قلت لكم أنه بعض الصدمات قبل سن 5 سنوات أو حتى 7 سنوات، بعض الأقوال أنها عالقة في الجسد المادي، يعني لأنها نشأت مع اكتمال نمو الجسد. عشان كذا كنت في أبنوس طلبت تحريك الجسد، إنه لازم يتحرك الجسد، لازم ينضغط عليه، لازم تسوي مساج، لازم تسوي يعني لازم تشوف هذه العلوم اللي ترتبط بموضوع إنك أنت تحرك كل الجسم، لازم الجسم يتحرك. أنا مؤخرا شفت تمارين مرتبطة باليدين والأذان وملتزمة فيها الفترة الأخيرة، أحس إنها جيدة. أعتقد أنها هندية كذا، مثلا تسوي أشياء زي كذا وتضغط على بعض الأماكن. فأؤمن أنه في أماكن في الجسد، بس هذا مو تخصصي، لكن أؤمن أنه في أشياء يعني لازقة في الجسد المادي تحتاج أنها تتنظف، زي ما تنظف الجسد الفكري والمشاعر والطاقي، أيضا الجسد المادي لابد يتحرر.
سارة حبيبتي تقول أحس أني تايهة وبس أبكي، هذه تعتبر مشكلة؟ أكيد أكيد تعتبر مشكلة، يعني إذا كانت هذه مربكة حالياً لحياتك فهي مشكلة، لكن مهم أنك أنت تجاوبين على السؤال مثلاً ليش أنا تايهة أو ليش أنا أبكي أو ماذا أريد أو ما هي النتيجة اللي أريد أن أصل لها، ما هي النتيجة اللي أريد أن أصل لها. لا ما أقصد هذه التقنية، ترى أتكلم عن الضغط القوي مو ضغط خفيف، مو يعني كذا، لا أقصد شيء أقوى، شيء أقوى. طيب صديقتي تقول عندي خوف أني أختار شيء ويظهر لي احتمال أفضل، ما الحل؟ أو ماي جاد، أخاف تكون القصة أحسن، أخاف تكون المحور القادم ولا الفصل القادم أروع. أنا قلت قبل كذا أنه البشر لا يحبون تطوير القصة من جيد إلى أجود، يحبون يعني يحافظون على جيد، وقد يكون في العمق لأنهم عارفين أنه الانتقال من جيد إلى أجود شوية يعني مربك، الانتقالات دائما أي إكزت، أي خروج وأي دخول من الخطوط اللي أنت تمشي فيها يعني يتلخبط الواحد مهما كان، أشياء مختلفة عليه وقصص مختلفة ومستويات مختلفة من الطاقة والذبذبات. بإمكانك أنك تدخلين مرحلة استعداد، غالبا الأشخاص اللي يستعدون يستطيعون أنهم ينتقلون بشكل أكثر سلاسة. برضو تقدرين تحضرين شفرة الاختيار، راح يساعدك كثير أنك أنت تختارين. طيب رفلكسولوجي قوي يعجبني. مروة حبيبتي تقول اشتغلت كثير على مشكلة وضع الحدود وطبقتها، لكن الآن تجيني اختبارات وضع حدود ومرات أغلط وما أضع الحد وأنقهر من نفسي. أفهم شعورك، والمرحلة الانتقالية ما بين شخص كانت حدوده سايبة وريموت كنترول مسحوب منه وتم انتهاكه يعني يمكن على مستويات متعددة، وما بين شخص حدوده مضبوطة ومحروسة ومحمي في مساحة واسعة كثير. لذلك لا تكونين قاسية على نفسك، يعني كون أنه أنت انتبهتي وزعلتي على نفسك هذا يعني أنك حية للموضوع ومتابعة وشايفة. Thank you. يعني انك انت مصحصحة، هو مدام الشخص مصحصح ما ينخاف عليه، يخاف اذا غط في النوم كذا، اذا غط في النوم يعني الموضوع ضاع، بس مدام انت مصحصحة كويس انه انت تقولين it's okay، المرة هاي صارت، المرة الجاية لو انعادت كيف راح اتصرف، تخيلي المشهد كيف راح تصرفين، كيف راح تردين، كيف راح تتفاعلين مع الموضوع. وفي oh my god حوت صح؟ thank you، شكرا جزيلا. شوفي مرات حتى لو تصورنا او تخيلنا انه الموقف انتهى، مرات ما زال عندك وقت للتصحيح. يعني خلنا نقول الموقف صار مع زميل في العمل، حسيتي انه هو تجاوز الحدود وانت ما قلتي شيء وقتها، تقولين انتهى الوقت، اقولك لا ما زال، تقدرين ترسلين الرسالة تقول ترى الموقف اللي امس ترى كذا كذا وترى ما اسمح انه كذا It's okay. أو والله الشهر اللي راح ما زال معك وقت أنه أنت تتكلمين، يعني لا تتصورين أنه خلاص تم التجاوز أنه انتهى الموضوع، ممكن أنك أنت ترجعين تعقبين تنبهين على الموضوع تقولين لو تكرر الموضوع بيصير كذا ولو صار كذا بيصير كذا، فعادي عطي نفسك الحق بذلك، أو أنك تقولين ترى المرة الجاية لو صار هذا الموقف ترى ردة فعلي راح تكون كذا، أعطي نفسي الحق أني أنا أتصرف بهذا الشكل. طيب
طيب صديقتي تقول ليش لما تكون مشكلة أحد غيري أحلها على طول، وإذا كانت مشكلتي ما أقدر أحلها؟ أي يصير، تكلمنا عن هذا الموضوع المرة اللي راحت، إنه إحنا لما تقع علينا المشكلة ندخل في حالة ضبابية وكذا نتدودح، يعني نحس إنه حنا يعني ضعيفين، وخصوصا لما نكون في حالة صدمة فما نقدر بسرعة يعني نفهم الموضوع ويعني نتجاوز الموضوع. عموما لما تتفعل المشاعر السلبية عندك، وخصوصا لما يكون عندنا قائد وعميق في المشاعر السلبية، يكون صعب وقت المشكلة انك انت تنتبه، يحتاج وقت لما تفهم الموقف اللي انت فيه. لكن الناس اللي برا ما زالوا محافظين على طاقتهم وما احتاجوا انهم يفعلون اعمق مشاعرهم السلبية، فيقدرون يناظرون بطريقة جيدة، يقدرون يستخدمون مشاعرهم الإيجابية وطاقتهم الجيدة وأفكارهم الجيدة، فيقدرون يطلعون حل. Thank you إشراق حبيبتي. طيب أنا تقول بعض الناس تتمسك بالألم، بعض النساء تتمسك بالألم بعد التعرض للاغتصاب أو التحرش من المحارم كتعبير عن الثورة ضد الظلم، إيش الحل؟ هو غالباً لما قد، خلنا نقول قد، لما تتعرض لأذى من الرجل يكون عندها وجهة نظر مضادة للرجل غالباً، إذا هي ضربة، تعرضت لاغتصاب، تحرش، إهانة من الرجل، بيكون عندها موقف مضاد، إنه الرجل مو كويس، الرجل تعبان، الرجل فيه، الرجل فيه، الرجل فيه، يكون عندها موقف ضد الذكورة أيضاً وطاقة الذكورة. وتكلمنا عن هذا الموضوع في الصدمات، كيف انه الانسان لما تصير عنده صدمة يروح الى اقصى التطرف عشان يقدر يفهم الموضوع، عشان يقدر يوازن الموضوع، وهذا مفهوم لجزء من الوقت. يعني انا ما الوم السيدات المتطرفات، ترى ما الومهم انهم هم يتطرفون في هذا، لانهم يمرون بوضع مشاعري معين، لكن انها تطول في الموضوع، لا معلش معلش، يعني اوكي شهر قلنا ماشي، شهرين، 3 شهور، 9 شهور، أكثر من كذا خلاص خلاص لازم أنتي تقعدين وتتنظفين الألم اللي مريتي فيه، وتتنظفين القصة اللي أنتي مريتي فيها، وطبعا لا تنسون إنه عمق الشعور مرات يخلي الواحد يستمر المشكلة ويعيشها. وتكلمت بعدها عن هذا الموضوع في ثورة الفشل، ثورة الفشل. سؤال من تيك توك، طيب ما اقدر اسامح اللي جرحني ولا اصفح ولا اعفو، ما اقدر انسى. حبيبتي انتي هذه اصلا ما هي مشكلة حتى، يعني عشان ناقشها It's okay. It's okay. طيب كيف أنظف الغضب والخوف والتأنيب؟ عندنا مادة الغضب وعندنا مادة الخوف وعندنا مادة التأنيب، كلها موجودة على الموقع. طيب Oh my god، شوفوا النموذج.
أخوي متعبنا جدا وأهلي مدلعينا وهو بالثلاثين ترك الشغل، كل ما كلمنا قال معي قولون عصبي، طاقته مرة مؤذية، لا حد يقرب، معي قولون عصبي. ها نموذج، نموذج هو يعني سيحافظ على المشكلة طبعا. طيب 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 هل الصراعات ملازمة للتغيير برا وجوا؟ نعم برا وجوا، يعني حتى لما يجيك نداء الروح، بس يختلف إيش حدة الصراع، يعني تصير النسخة القديمة تصارع النسخة الجديدة. احنا طول الوقت نحب صناديقنا الوردية، ما نحب يعني في صندوق وردي اكبر، لا انت مسكين بصندوقنا الوردي الاصغر، فشوية نتصارع مع انفسنا على حسب انت يعني وعيك واستعداداتك، اذا كنت مستعد وواعي يكون الموضوع ايسر واسهل انك انت تتغير. فبالك الناس اللي لهم مستعدين ولهم واعين ولا يؤمنون بالتغيير ولا كذا، او واو موضوع، هذه قصة كبيرة هذه. رزاز حبيبتي تقول قلتي قبل لو ما تعرف تبدع ما راح تعرف تحل المشكلة، ايش قصدك بالابداع هنا؟ قصدي انه انت تطلع برا الصندوق، انك انت تسأل السؤال الصعب، انك انت تفكر بطريقة مختلفة. ليش احنا نستمر في نفس النقطة او في نفس المشكلة؟ لاننا ما تغيرنا، لان ما قدرنا نشوف زاوية مختلفة، ما قدرنا نقعد في كرسي مختلف. عشان كذا اسئلة مختصر المشكلة تخليك تفكر بزاوية جديدة، بعدين سؤال ثاني يصدمك بزاوية جديدة، بعدين سؤال ثالث يوريك زاوية مختلفة. لما تكتشف انه انت واو انا ما فكرت الا بجزئية صغيرة، بينما في اجزاء كثيرة انا ما فكرت فيها. فالابداع هو انه انت تطلع برا الصندوق. دكتورة أعرف كل طرق التنظيف والتأملات وغيرها وأحس أني ما أريد أغير شيء، أحس أني في مكاني، أنا مدمن. من المحتمل أنه أنت قاعد تعاقب أحد من خلال هذا الإدمان، قد يكون أهلك أو مثلا تعاقب نفسك، ومن المحتمل أنه أنت عالق في شعور اليأس، وبالتالي المعرفة لا تعني وجود الطاقة للتطبيق. طيب كم شخص منسدح على السرير يستطيع أن يكون ثري لو قام الصباح واشتغل؟ كثير
أغلب اللي منسدحين على السرير لو قاموا واشتغلوا لأصبحوا أثرياء ويعرفون الطريق، يعرفون معرفة، لكن ما عندهم الطاقة الكافية والوعي والإدراك أنهم يقومون الصباح ويطلعون يشتغلون. ذلك المعرفة لا تعني الوعي ولا تعني الإدراك ولا تعني عندك الطاقة لذلك. كثير أشخاص عندهم معلومات كثير في الحياة لكن ما يطبقون. كم شخص يعرف أن الرياضة مفيدة لكن ما يسوي رياضة؟ ما يسوي، هاي طاقة. هو عنده هذه الطاقة ولا ما عنده هذه الطاقة؟ ففي فرق. أنا أعتقد أنك يائس، أتوقع في الغالب أنك يائس، ودي تحضر اليأس يعني إذا كنت يعني ستطبق التمارين. ساز حبيبتي تقول كيف أعرف أتصرف بمشكلة قلة احترام بعض الأقارب مع أني جدا محترمة معهم؟ هذه الجملة، جدا محترمة معهم، جدا محترمة معهم. أوكي، هذه الجملة هذه يبغى لها مراجعة شوية مراجعة، يعني اقعدي كذا حطيها وفكري وتأملي وش تقصدين جدا محترمة معهم. على فكرة في بعض الناس وانت تقول لهم صباح الخير لازم تبين أنيابك، وانت تقول صباح الخير، اوكي، وانت تقول صباح الخير كذا لازم تطلع أنيابك مع صباح الخير. في ناس كذا يعني انت لازم يعني تذكرهم طوال الوقت، تعطيهم تنبيهات اذا هم ناويين على شيء، عندهم خطة ما تدري وشي، عندهم احتمالات، صباح الخير تذكرهم بس للتذكير يعني. فما كل الناس يعني لطفاء وطيبين وجيدين، ما كل الناس يختارون الخير والنور لأنه أنت خير ولأنه أنت طيب ولأنه أنت جيد ولأنه أنت معطاء لا، ما كل الناس تقابل الإحسان بالإحسان، ما كل الناس كذا. كل الناس كذا كان البشر بخير، بس ما كل الناس كذا. كثير من البشر إذا شافوا الشخص ضعيف أو ما يستطيع أنه يحافظ على حدوده أو ما يستطيع أنه يحمي نفسه يدعسون عليه. ومو بس كذا، يرى بعض الأشخاص أن هذا من حقه. عليك أن تتصور أن هناك فلسفات قائمة طويلة عريضة قائمة على فكرة أنك أنت تدوس على الطرف الأضعف أو على الطرف اللي طيب، اللي يعني اللي يفضل السلام، يختار السلام، يختار اللطف. تخيل فلسفات قائمة على أنها تقول للشخص اللي يختار الحرب كو ممتاز، ادعس، هذول اللي يحبون اللطف والشعور والتغيير الطيب والهادي ادعس عليهم. لذلك ما تدرين أنا سمعت يا جماعة أشخاص في عالم الوعي يقولون لك إذا أنت يعني إذا أنت قدرت على هذا الشيء فأنت استحقيته، ما دام أنت تقدر تدوس دوس. في فلسفات تؤمن بهذه الفكرة، ما دام أنت تقدر تسرق اسرق، خذ، استحقيت، أما قدرت استحقيت. وعندهم ما يبرر لهم، عندهم يعني عندهم معتقد، عندهم فلسفة، عندهم قصة تبرر لهم هذا الخبث، هذا الظلام، هذا طبعا لن يتجاوز يعني في الصورة الكبيرة ما يقدرون يفرون من قصتهم، هم في عجلة يعني راح يأكلونها. بس انت بعد ما انت مضطر انك تقعد يعني تعيش هالقصة هذه، ما انت مضطر تقعد تتألم لأجل هذه الكارما وتعيش ضمن هذا الدولاب. تخلص يا عمي، طلع أنيابك واحمي حدودك، وهم راح يدورون على ضحية أخرى.
خلهم يعني انت ما تقدر تغيرهم، لكن خلهم يدورون على ضحية اخرى بكيفهم. انت عليك بنفسك، عليك بنفسك وخلاص، البقية شوي شوي يستيقظون وينتبهون لأنفسهم. المافيا الروحية اي وعدتكم فيها. طيب سهاد حبيبتي تقول أمي ما تعدل بيني وبين بنتها من زوجها الأول، وإذا قلت لها ليه تحط أسباب سخيفة ولا تعدل ليه إذا هي مو قد مسؤولية تنجب من الأساس، إيش الحل؟ تعبت. هو مو كذا السؤال، هو السؤال ليش أنت مصرة أنك تحاسبينها. أنا ما أقول لك أنها صح، هي قصتها وكارمتها أوكي، وهي اعترفت يعني بموضوع العدل وعندها أسبابها على حسب كلامها، صح ولا لا؟ انت ليش مصرة تعلقين في هذه القصة؟ ليش؟ ما انت مضطرة تعلقين في هذه القصة. طيب نادي حبيبتي يقول ما هي خطوات ايجاد حل المشكلة؟ شوفي أنا أعتقد أن المشكلة قد يكون لها أكثر من طريقة للحل في كثير من الأحيان، يعني ممكن أنك أنت تسويها بهالشكل وبهالشكل وبهالشكل وتضبط، سواء سويتها كذا أو كذا أو كذا تنحل. وأعتقد دائما أيضا أنه الحل من الداخل أول، أنه في شيء لازم يتغير جواتك، في فكرة لازم تتغير جواتك، في شعور لازم يتغير جواتك، في قصة قاعدة تقود المشكلة لازم تتوقف عن القيادة. وهذه كلها الأشياء، هذه الاحتمالات، هذه كلها نبشتها في مختصر المشكلة وحطيت لك الأسئلة عشان أنت تنتبه. هذا الموضوع، هذا الموضوع، هذا الموضوع. مين حبيبتي تقول أكره أنفي جدا والحل الوحيد هو عملية تجميل ولا يوجد حل آخر. يعني أنا ما أدري إذا يوجد حل آخر ولا ما يوجد حل آخر، لكن عادي، شو المشكلة إنك تسوي عملية تجميل؟ أوكي إذا كان يعني هذا خيارك وأنت مستعدة للتغيير اللي راح يصير، شكلك راح يتغير، لازم نفسيا تكوني مستعدة. أوكي. Thank you. عايشة حبيبتي تقول ليش استمتع لما اعمل مشكلة او تصير لي مشكلة؟ او ماي جاد، او ماي جاد، تحسين بالاثارة، تحسين أو واو في اثارة، جو في اثارة، عندنا مشكلة، او يا جماعة، او ماي جاد. والله ما اعرف، يمكن خطك الزمني بطيء وتحسين جو وكذا وحرارة وحياة وواقع مختلف، يختلف يختلف يعني. انت اللي عندك الجواب صراحه، انت اللي عندك الجواب، بس جيد انك انت عارفه انك انت تستمتعين وانت تسوين المشكله. ممتاز انك عارفه هذه النقطه عن نفسك، وهذه بدايه كشف الحقيقه.
جوجو حبيبتي تقول إيش الحل؟ مشاكلي أغلبها طلب اهتمام. أنا الآن وعيت أن خزاني فاضي، كيف أوقف المشاكل وأعبي خزاني؟ حبيبتي مبروك مبروك هذه اليقظة حبيبة قلبي أنت، يعني تخيلي ثلاث أرباع المشكلات كده بتطير مجرد ما اكتشفتي هذا الجواب فقط، تخيلي حبيبتي أنت، الله يقويك. الاهتمام تبنينا أنت من الداخل، وأنك أنت تحبين نفسك من الداخل. ولازم تبدأين بأنك أنت تنظفين طفولتك، تنظفين طفولتك. من هناك إحنا تعلمنا أنه إحنا ما نهتم بأنفسنا ولا نحب أنفسنا. حبيبتي أنت، أنا أحبك. يو تخيلوا حجم المشكلات اللي ممكن تتحرر منها إذا اكتشفت ليش. أخوي أغلب الأحيان يرفض الأشياء اللي أريد أسويها، وصرت أشوفه هو سبب عدم تحقق أهدافي، حتى خوف صار عندي. إيه مو المشكلة في أخوك، المشكلة في الخوف اللي عندك. نظفي الخوف، نظفي الخوف. طيب 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 تقول لي كيف اكتشف متعي في الحياة. خلينا الحين في المشكلات، المتع ان شاء الله يعني لسه بدري عليها. اوكي لسه ما اعرف اي شهر. صديقتي ايمان تقول هل أنت مع عبارة أنه كل مشكلة لها حل؟ إيه بس مو معنى حل الحل المادي. مرات الحل في مخك، يعني أنك أنت تفكر بطريقة مختلفة. مرات الحل في شعورك أنك أنت تتقبل. فمو شرط أنه حل أنه معناها نحل على كل الأجساد. حبيبتي ليلى مو شرط الحل على كل الأجساد، ممكن يكون على بعض الأجساد دون بعضها. يعني ممكن نحل الموضوع مشاعريا بس ما نحل ماديا، أو نحل فكرياً تغيرت نظرتك للموضوع، كنت تشوف إنه هذا الموضوع مصيبة، صار الموضوع جميل، صار الموضوع واو هذه المشكلة يعني جيدة ما هي سيئة، ما صرت تشوفها مشكلة صرت تشوفها فرصة في الحياة، فتغيرت فكرتك عن الموضوع أو تغير شعورك، تقبلت بهالطريقة. ناخذ آخر سؤال. صديقتي عائشة تقول ليش أتعلق بمشاكلي؟ لأنها تعبي خزاناتك، لأنها تعطيك حياة، لأنها تعيشك تعيشك، وغالبا مشاعريا، وبالتالي هي مشاكلك هي البنزين، هي مصدر الحياة بالنسبة لك، فتعطي بنزين. ما أعرف شو هذا البنزين، قد يكون هو تعطيك اهتمام، تعطيك مثلا رغبة في أنه أنت تكونين موضع انتباه، تعطيك تأنيب، تعطيك خوف، ما أدري بالضبط، بس في خزانات فاضية تحتاج تتعبى. طيب يا جماعة راح أتوقف لفترة وإن شاء الله أرجع لكم قبل ما يخلص الشهر، بس خلال هذه الفترة شوفوا الفيلم وخلوكم محافظين على النية وعلى خلفية الجوال، وراح نناقش الفيلم إن شاء الله في سناب، فخلوكم معانا هناك. أذكركم عندنا 9 مواد موجودة على الموقع samaya369.net. إذا كنت مهتم، إذا كنت هذا الشهر تريد أن تحل مشكلاتك، عندنا مختصر المشكلة.
تبغى تدخل التيسير، الحظ، عندنا أسرار المحظوظين، رسائل الحظ، البومة الزرقاء، مختصرات الحياة، مختصر المشكلة، خطوط اليسر، رسائل الكونية، الخط الزمني، نسيت شيء؟ إن شاء الله قلتهم كلهم. طيب، خلوكم معانا برضو على تويتر، أنا موجودة على تويتر يا جماعة، اللي مو معانا على تويتر يتابع معانا على تويتر، وبرضو راح يكون في مقالات إن شاء الله في إنستغرام. قلبي أنتم، شكرا لللايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.